وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما بدل بيقدر يعمل حاجة، لا القريب ولا البعيد ولا الشيخ ولا الكبير ولا الأمير ولا الوزير. الماسك فيه شيخ وشان يحل يوم القيامة، والبقول لك نحن أبواتنا قاعدين وأنا ماسك في القوم، والسادة السادة أنا عبدا ليكم نادى، ناس بناديهم بناديهم، حيين ميتين بناديهم، في كل قضية بناديهم. الملائكة بتسألوا في الوقت ده أين ما كنتم تدعون من دون الله، وين دين؟ خير الإجابة قالوا ضلوا عنا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. موضوع ده ما فيه مجاملة. هسه في ناس كتار دايرين مجاملة في التوحيد، دايرين انك تقول لهم البنادي الله والبنادي الشيخ كل واحد، ما واحد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ربنا سبحانه وتعالى هذا الموضوع بالذات يوم القيامة ما بيغفروا لمن أشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. أن تهتم أيها المسلم بالتوحيد وتنقي التوحيد من شوائب الشرك، من التعامل مع الكهان العرافين الدجالين. ألا كثير من الناس أكلمك النصيحة، إذا حصلت له إشكالات يفزع إلى الدجالين، وخاصة في الزواج. واحد يمشي يكتب ورقة عند الدجال: وما أكثر الدجاجلة وما أكثر المجرمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وكذا الطيالسي وغيرهما أو غيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد من الأنصار حتى انتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. وفيه كناية عن شدة الصمت في تشييع الجنازة، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة
أنهم كانوا يشيعون الجنائز في صمت شديد خلافا لما يفعله الكثيرون اليوم، يشيعون الجنائز بالتهليل والتكبير والأصوات المرتفعة، وهذا خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي: فجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في يده عود ينكت به الأرض، ثم يرفع بصره إلى السماء ويخفضه إلى الأرض ثلاثا، ثم قال بعد ذلك: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال: قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال: قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي هذا تشجيع أو أمر للصحابة بأن يستعيذوا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، لأن من الناس من يعذب. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث ابن عباس على قبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ألا إنه كبير، يعني في أمور تركها ليس بكبير وفعلها عند الله كبير. قال: أما أحدهما فيمشي بالنميمة، وأما الآخر فلا يستتر من البول. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشكها نصفين، فجعل نصفا في هذا ونصفا في هذا، قال: لعله أن يخفف عنهما. وانتبه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أخبر بالوحي أنهما يعذبان. لكن انت الليلة ما تمشي تشيل جريدة وتدخلها في القبر. العلماء قالوا لأن فيها في هذا اتهام للميت، وهذا لا يجوز. إنما الذي ينبغي أن تدعو للميت. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهما، يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقد أنكر عذاب القبر طوائف، منهم المعتزلة قديما، وأفراخ المعتزلة حديثا، فأنكروا عذاب القبر لأنهم في فهمهم لا يتصور أن يعذب الإنسان قبل الحساب. والله سبحانه وتعالى يعلم من المستحق للعذاب، فيعذب من يستحق العذاب في القبر قبل الدار الآخرة، أي أعني قبل، وإن كان القبر من الدار الآخرة لكن قبل عذاب النار يعذب. قال تبارك وتعالى: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، ده بعدين، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب موجود، نجاني الله وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ولا بد أن يكون هذا، لا بد، كل ابن أنثى، كل ابن أنثى وإن طار
سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الناس بتخيلوا إنه الموت وراهم جارين منه لقدام، هو الموت قدامك انت جاري عليه. إن الموت الذي تفرون منه، الموت ما بوراك، الله قال فإنه ملاقيكم جاي من قدام. قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة، إن العبد المؤمن أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر. كل قدر ما يعاين شوف كده في ملائكة، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت، وهذا هو الموكل بقبض الأرواح واسمه ملك الموت. ورد في بعض الإسرائيليات إن اسمه إسرائيل، ما اسمه إسرائيل، هو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتخرج منه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني زي النقطة بتاعت الموية لما تطلع من الفم بتاع القارورة بتاعت الموية، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وهذا فيه سهولة موت المؤمن، لأن المؤمن إذا جاء عند الموت بشر برحمة الله ورضوانه، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. المؤمن إذا جاء عند الموت تبشره الملائكة برحمة الله وبالرضوان وبالنعيم المقيم، فتخرج الروح سهلة كما تسيل القطرة من في السقاء. أول ما خرجت قبضها ملك الموت، قال فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين، أي الملائكة اللي ذكروا بين معاهم المسوح من الجنة ومعهم الكفن من أكفان الجنة وجالسين مد البصر، قال لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيضعوها في ذلك المسوح وفي ذلك الكفن. شوف إكرام المؤمن. ففي الوقت ده يا أخواننا قبل أن تخرج روح الإنسان، قبل ده كمان الإنسان يعرف مصيره من الوهلة الأولى قبل أن يموت. أول ما شاف الملائكة جو ملائكة سود الوجوه خلاص، بعد أي شيء قدام أسود، والملائكة في ذلك الوقت بالذات تسأل الملائكة الرجل في ذلك الوقت سؤالا، أعني للمشرك سؤالا تقريعيا للذلة والهوان والصغار. قال تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. ذا النوع اللي كان عنده ناس زمان ماسك فيه، الماسك فيه شيخ وشان يحل يوم القيامة، والبقول لك نحن أبواتنا قاعدين وأنا ماسك في القوم، والسادة السادة أنا عبد لكم نادى، ناس بناديهم حيين ميتين بناديهم في كل قضية بناديهم. الملائكة بتسأله في الوقت ده أين
ما كنتم تدعون من دون الله. وين دل خير الإجابة؟ قالوا ضلوا عنا، ما في، ما بيحلوا، ما بينصروا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما في ذلك بيقدر يعمل حاجة، لا القريب ولا البعيد ولا الشيخ ولا الكبير ولا الأمير ولا الوزير. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتخرج يعني المؤمن روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذونها فيضعونها في المسوح يعني الحنوط والطيب من الجنة، وفي الكفن من أكفان الجنة. قال: فتخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذه لفلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. قال: فيستفتحون بها حتى إذا انتهوا إلى السماء الدنيا استفتحوا ففتح لهم، ويشيعه من كل سماء مقربوها يعني من الملائكة، شيعوه إلى السماء التي تليها ثم إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات على وارتفع جل جلاله، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى فوق السماوات. قال: فينادي مناد من السماء: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب الكتاب في عليين. قال: ثم يؤمر به فيعاد إلى الأرض: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى جسده في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع خفق يعني حركة خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. وهنا رجع الأهل والأصحاب ورجع المال ورجع الأصدقاء، ولم يبق مع الإنسان إلا عمله بعد من الله تبارك وتعالى وفضله. فليعد الإنسان العدة لهذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع المؤمن ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيبقى اثنان، فيبقى واحد ويذهب اثنان، يبقى عمله ويذهب ماله ويذهب أهله. الآن صرت أيها المسلم وحيدا، لا أنيس لك ولا رفيق. فيأتي ملكان. قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيمتهرانه وهما ملكان أسودان أزرقان
أصواتهما كالرعد، أنيابهما ينكشان بهما القبر، وأبصارهما كالبرق. قال: فينتهران يقولان له: من ربك؟ فالمؤمن لأنه كان يعرف ربه، كان بيعرف ربنا في الدنيا، كان إذا ألمت به الضراء وأصابته البأساء وحلت به المصائب رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى مناديا راجيا من الله عز وجل، هذا المؤمن. أما من كان يدعو غير الله، يدعو أصحاب القبور والأبرحة والمزارات وشيوخ الطرق، البدع ذل، ما بيقدر يجاوب. أكلمك النصيحة، ما بيقدر. اللي بيعرف الله في الدنيا وبيلجأ لله براو ده بيجاوب بعدين، أما اللي عنده ناس تانين عنده شيوخ دايرين يحلهم ما بيجاوب. أما المؤمن فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وهذه الإجابة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بالتوحيد. كثير من الناس يا اخواننا الليلة الغريبة، مما تتكلم في التوحيد كأنك تشاكلته، كأنه عندك معه مشكلة. تقول: لا يا اخي غير الله ما عنده حاجة. يقول لك: انت شايفني انا مالي، انا مشرك يا اخي؟ انا ما قلت لك انت مشرك يا اخي؟ يا اخي قلت لك نادي الله براه، ماله يعني؟ في شنو المشكلة؟ وين انت الا تنادي الفكي مع الله ما عنده حاجة؟ والله تموت تقابل الله وانت بتنادي في الشيوخ خسرت الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، ده يخسر الدنيا والآخرة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. موضوع ده ما فيه مجاملة. أسا في ناس كتار دارين مجاملة في التوحيد، قالين لك تقول لهم البنادي الله والبنادي الشيخ كل واحد، ما واحد ما واحد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ربنا سبحانه وتعالى هذا الموضوع بالذات يوم القيامة ما بيغفروا لمن أشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول العبد المؤمن: ربي الله. فيقال له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال له: وما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نجح في الامتحان وفاز بنعيم الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. هذا سعد سعادة لا شقاء بعدها، ونعم نعيما لا ضنك بعده، وأصابته السعادة والحبور من الله تبارك وتعالى. فهذا يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ومن طيبها. قال صلى الله عليه وسلم: ويفسح له في قبره مد بصره. يا سلام يا أخوانا، ده الفلاح ذاته. عشان كده ربنا قال: قد أفلح المؤمنون. ده الفلاح الحقيقي والنجاح سبحان الله. فبعد ذلك يفتح له باب إلى النار، فيقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. ويأتيه رجل حسن الثياب حسن المنظر طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح.
الادب يقعد معه يؤنسه ويجالسه. سبحان الله. فلما ينظر الى النعيم وينظر الى مقعده من الجنه يقول: ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. عباد الله، لا بد ان نعد العد لهذا اليوم، واولاها واعلاها واهمها ان تهتم ايها المسلم بالتوحيد، وتنقي التوحيد من شوائب الشرك، من التعامل مع الكهان العرافين الدجالين. الليلة كثير من الناس أكلمك النصيحة، إذا حصلت له إشكالات يفزع إلى الدجالين، وخاصة في الزواج. واحد يمشي يكتب ورقة عند الدجال: وما أكثر الدجاجلة وما أكثر المجرمين الذين ضيعوا الناس. السحر الآن صار معاملة معروفة مشهورة مشهودة بين الناس. سحر، ده عامل سحر ليه ده، ده عامل سحر ليه ده، ده بكوارك بالليل، ده جنة وبيقى بلقط في الأكياس بالشارع. ده كله من شنو؟ ده كله من الدجالين، ده كله من السحرة. وهذا خراب في العقيدة، فساد في العقيدة، فساد للدين كله. فأيها المؤمن استعد للقاء الله تبارك وتعالى بالعقيدة، ثم بالعمل الصالح من البر والصلة والإحسان والكلمة الطيبة والعفة عما عند الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرور ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا علما ينفعنا، وارزقنا إخلاصا يرفعنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور، وكلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا حلالا طيبا لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وقرة عين لا تنقطع. واجمعنا اللهم بنبيك صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة ومستقر الرحمة يوم القيامة. اللهم اشملنا بشفاعته واسقينا من حوضه يا رب العالمين. اللهم أجب دعانا وتقبل رجانا. اللهم أكرمنا في الدنيا بطاعتك وفي الآخرة بدخول جنتك، إنك جواد كريم تجيب الدعاء يا رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.